السوشيال ميديا تور. أخشى على الهلال أن يدخل مباراة الأهلي مشدود ويرتكب نفس الأخطاء البدائية مثل مباراة العين. لا أعتقد يعني أخطاء بدائية، بس كان في أخطاء. أتوقع مدرب الهلال هو من أضاع المباراة. يعني عندك إصابات، مفروض تلعب على قد إمكاناتك. والله مدرب الهلال يمكن يعرف أكثر منا شو في عنده مشاكل. غيابات أهلكت الفريق، والإصابات وخالد دياز كانت في وقت غير مناسب. عجبتني التغريدة، أني أتفق معه. أخشى على الهلال، خلاص أريناها هذه. طيب راح